سنة 2009 تم بناء هذا المسجد، وكلفت كإمام وخطيب في هذا الجامع، وقد بنى هذا الجامع المرحوم سهام إسماعيل، وقام بالبناء الحاج حقي، قام ببناء هذا المسجد. بداية المسجد كان يعني في منطقة خالية، يعني هناك في هذه المنطقة أثناء البناء 5 أو 6 بيوت، واليوم الحمد لله تقريبا 300 بيت في هذه المنطقة. عندما جئت إلى هذه المنطقة كان عدد المصلين بين الإمام والخطيب والمؤذن والخادم 3 أشخاص، يعني كنا نعمل سوية لله سبحانه وتعالى وحسبة لله تعالى، لأني مدرس وهذا العمل عملنا لله سبحانه وتعالى، يعني حسبة لله سبحانه وتعالى. فجئت إلى هذا المسجد بداية، ويوما بعد يوم ازداد عدد المصلين، وخاصة بعد النزوح، وكان عدد النازحين في هذه المنطقة يعني عدد كبير في هذه المنطقة، وكنا نقوم بخدمة النازحين ومساعدتهم ماليا وبدنيا. فتم هذا بعد البناء ازداد عدد المصلين، واليوم يصل عدد البيوت في هذه المنطقة تقريبا 300 بيت، والجامع يعني مساحة الجامع 600 متر، ومساحة البناء تقريبا 300 متر. فأثناء الجمعة يعني عدد المصلين يصل إلى أكثر من 300 مصلي، وعندنا هناك قاعة للنساء إن شاء الله، ونقوم خاصة في أيام رمضان بإعداد الفطور للمصلين في هذا المسجد، وبعد صلاة التراويح ومرات قبل صلاة التراويح نقوم بتوجيه أسئلة إلى المصلين، وكل مصلي يجاوب على السؤال يحصل على جائزة. وهناك يعني نشاطات كثيرة في هذا المسجد، يعني أول ما جئت إلى هذه المنطقة قمت ب يعني إعداد شارع، لم يكن هنا شارع في المنطقة، فقمت يعني من خلال المال الموجود في المسجد قمت بإعداد طريق، خاصة الصبات هنا، فهذا الطريق يعني خاص بالمسجد، يعني تقريباً 250 متر قمنا بإعداد هذا الطريق، كان وبلطنا الطريق، وكلفنا تقريباً بوقته 11 مليون كلفنا بناء هذا، يعني هذا الشارع في المنطقة، لأن المنطقة كانت ليس فيها شوارع، ثم قمنا يعني بناء وإعداد شوارع فرعية في هذه المنطقة. وهذا الشارع يسمونه شارع مجلس جامع الخلفاء، يعني وكرديزي جامع مزقوتي خلفاء الراشدون. هذا الشارع طبعا مال امام عباس، وخاصة المسجد هذا كله فضل الله وفضل هالمسجد هذا. احنا ما عندنا اي خدمات هنا، يعني هذا مو بس مسجد، مسجد ودائرة تعتبر خدمية بهالمنطقة، هذا المجاري كلها تشتغل بها، شيجي خيارات لهالمسجد، هذا الشيخ خطيه يلمهن يسوي هذا الشارع، هم كله سوى، هاي تذني هاي المنهولات كلهم هم سوى. هذا كان هنا نازحين، تفضل صور لي هذا، شوفه هاي منطقة مع النازحين، هنا كان تقريبا 20-30 عائلة كلها خياراتها وأكلها، وقضوا 4-5 سنوات كلها فضل هالمسجد هذا. إمام عباس في السابق كانت قرية تابعة لقضاء خالقين، قديماً ماكو وسائل النقل، بأنه تقريباً كيلوين أو أكثر بعيد عن مركز المدينة، فكان منطقة عالية وكان منطقة محايدة لنهر الوند،
كان قرية صغيرة، ولكن بعد سقوط النظام السابق أصبحت إمام عباس منطقة من مناطق خانقين، وأكثر البيوت يعني فوق 90% من البيوت بيوت الذي ليس لديها طابو. عالم اجوا اشتروا جيعان من اصحاب الجيعان الزراعيه وبنوا بي بيوت. الان امام عباس هي احد المناطق النائيه، لا يوجد فيها خدمات مثل باقي المناطق، وامام عباس حاليا يسكن فيها الاكثريه النازحين الذي اتوا وراء سقوط النظام واتوا وراء حرب داعش، سكنوا في هذه المنطقه. جيت لقيت هذا المسجد مبني من 2009، وكان على رأسهم الشيخ خالد حفظ الله إمام خطيب في هذا المسجد في هذه المنطقة. وكانت هذه المنطقة ما يتجاوز 10-12 بيت كان بانين في هذه المنطقة، كان منطقة كحلاء يعني صعب ما بي أحد، هي منطقة زراعية من الورثة. فبنوا هذا المسجد بسواعد الناس الخيرين متبرعين، يعني مو تقول يعني لا دولة ولا وقف لا شيء ساهم به، مجرد ناس تبرعوا وبنوا هذا المسجد. فبالنسبة هذا المسجد من 2009 بناءه، وهو أول ما تدخل خانقين على يدك اليسرى تدخل على رأس قام مقامية، تدخل على إمام عباس. هاي المنطقة يسموه إمام عباس، وهذا يسموه جامع الخلفاء الراشدين. يعني هناك نشاطات كثيرة في هذا المسجد إن شاء الله، يعني حتى المصلين لا يقصرون في مساعدة الجامع في تنظيف الجامع، لأن عملنا في هذا المسجد حسبة لله سبحانه وتعالى وليس للغرض المادي. ولكن ونرى في هذا المسجد يعني كثير من المصلين، وخاصة هؤلاء المصلين الذين يصلون صلاة الفجر ويصلون صلاة العشاء، يعني متمسكين بالمسجد، لأن هذا المسجد يعتمد دائما على المصلين في تنظيف المسجد، وكذلك في البناء، وكذلك في غسل المسجد وإعداد الطرق للحضور إلى المسجد. عدد المصلين في صلاة الفجر يصل إلى 60 مصليا، يعني بعد أن كنا نصلي في هذا المسجد في 2009 5 مصلين، اليوم يصل عدد المصلين في صلاة الفجر إلى 60 مصليا، وخاصة في يوم الجمعة وقبل شهر رمضان، يعني الجامع يعني يصل عدد المصلين إلى 300 مصلي في هذا المسجد. أما في رمضان وفي شهر رمضان يزداد عدد المصلين في هذا المسجد إلى عدد يصل إلى 400 أو 500 مصلي، إضافة إلى هناك قاعة للنساء. هذا القاعة يعني يصل عدد المصلين في قاعة النساء إلى 60 مصلية.
منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن أشركوا الله وقولوا قولا سديدا. لقد حذر الله تعالى عباده من الذنوب والمعاصي، وبين أضرارها ومفاسدها، وأرشد إلى الطاعات ليتزود بها المؤمنون. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تختلف فتختلف قلوب، تستوى وتصل فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فمن 2013 جت جامع الهداية وشيخ نجم الحمد لله وشكر ما قصر ويانا، كان مدير لحد الآن مدير ملاحظية خانقين، زين ساعد الفقراء وساعد النازحين ووقف وياهم وآزرهم، زين والشيوخ خانقين كلهم بلا استثناء، وشيخ محمد مولود يعني رجال ساعدني وغيرهم من الشيوخ، وعندك حجي ولي كان اخ طيب خطيه سكن كان عنده بيت فارق قعدني بلاش، قعدني لمده سنه بدون ايجار. هذا جامعنا كان هذا بال 2014 كان اكثر النازحين به ممتلي الحمد لله، يعني جامع كان حد يقبط حتى الحوش يعني، والله يحفظه الشيخ خالد كان هو من يخطب يعني، يعني حتى الناس مكان ماكو يعني، والجوامع يعني الجامع بيروح يعني روحانيه طيبه تآزر الناس تساعد الناس، والجامع يعني مفتوح من الفجر لحد العشاء خمس اوقات مفتوح الحمد لله وشكر، والشيخ المسجد ابد ما يعني ما قصر ويا النازحين الرايح الجاي الضيف الحمد لله وشكر، ناس تتبرع وهذا اللي يتبرع نعطي منه وهذا كذا، يعني مو مقصرين ويا العالم الحمد لله وشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. و
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أثناء العطلة الصيفية نقوم بإعداد دورات لتحفيظ القرآن للأطفال وللكبار، ولحد الآن عندنا دورات مستمرة خلال السنة. الدورات الصيفية يصل عدد الأطفال الذين يأتون إلى هذا المسجد تقريبا يعني أكثر من 100 طفل، فنقوم بتوزيعهم على هناك عندنا أساتذة لهم إجازات في القراءات وفي الأحكام، منهم الأستاذ الشيخ إسماعيل وكذلك الأستاذ محمد عزيز، وهناك عندنا أساتذة أخرى مجازين يقومون مثل سمير محمود أبو زهو، هؤلاء يقومون بتدريب الأطفال يعني الطالبات والطلاب، فنقوم بتوزيعهم بينهم فيعلمونهم أحكام التلاوة، وهناك عندنا دورات مستمرة للرجال وخاصة في أيام الأسبوع، يعني كل 4 أيام من الأسبوع هناك دورات، يعني خلال دورات مستمرة خلال السنة هناك لتعليم الكبار. هذه الدورات لا تنقطع من مسجدنا، وهناك أيضا عندنا نشاطات أخرى، يعني هناك نشاطات يعني قليلة بس لكنها مستمرة في مسجدنا، وهو تحفيظ أجزاء القرآن وخاصة بين الكبار، يعني هناك من يقومون بينهم بمسابقات لتحفيظ أجزاء القرآن، وبدأنا بحفظ جزء البقرة وكذلك جزء آل عمران وسورة النساء والمائدة، هكذا هناك أشخاص لهم قابلية وقدرة على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن إن شاء الله لا نقصر في هذا المجال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ كتابه والعمل به إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انطلاقا من هذا الحديث المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأنا وبفضل الله تعالى وبتوجيه من ملاحظية الوقف السني في خانقين، وبعناية وجهود مباركة وقيمة من لدن شيخنا الفاضل الشيخ خالد حميد الجاف إمام وخطيب جامع الخلفاء الراشدين، بدأنا بفضل الله تعالى ومنته قبل أكثر تقريبا من 3 سنوات، يعني بهذه الدورة التي تعتبر دورة دائمية على مدار السنة، يعني تقريبا بالأسبوع 4 أيام في الأسبوع، والدورة يقتصر على مثلا من أعمار من الصف السادس ابتدائي فما فوق،
يعني دورة مختلطة للكبار، خاص هذه الدورة الدائمية خاص للرجال، وهناك دورة أخرى أقصد دورات صيفية تقريبا قوامها 3 دورات في الصيف للطلبة في العطلة الصيفية، دورتان للشباب يبدأ من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهناك دورة خاصة للبنات، ولا ننسى دور النساء أيضا في هذا الجامع. وبالمناسبة الجامع يقع في إمام عباس، جامع خلفاء الراشدين، وهي تعتبر منطقة نائية، يعني منطقة حديثة العهد، حديثة الإنشاء، خدماتها قليلة الحمد لله، يعني رغم هذه الظروف الحمد لله يعني استطعنا أن نجتاز هذه المراحل وهذه الصعاب بالفضل الله تعالى أولا، وبتوفيقه وبجهود الشيخ حبيبنا وأخونا الشيخ خالد حميد، الذي لا يبخل ولا يقصر علينا في أي شيء نحتاجه أو من أجل إنجاز هذه الدورات. وكذلك يوجد نشاطات أخرى لجامعنا أو لمسجدنا، وهي مساعدة أحبابنا وإخواننا النازحين الذين هم أصلا أهل علينا، هم أهل الدار ونحن الضيوف. يعني لا يخفى على حضراتكم في فترة النزوح 2014 وما تلاها من الأحداث، يعني سبحان الله أوائل وأفراد غفيرة توجهوا إلى خانقين سبحان الله، والحمد لله رب العالمين بجهود الخيرين وبجهود الجامع والذين تبرعوا ولا بخلوا على أي شيء، استطعنا أن نقدم شيئا للنازحين وأن نسد يعني هواي أمور يعني نرفه عنهم، أو يعني كما يقول أن يعني لا يشعرون بغربة وهم في إن شاء الله في مكان في أهلهم وبين ناسهم، الحمد لله رب العالمين. هذا الباب الرئيسي مال جامع الخلفاء، هذا على يدك اليسار، هاي حديقة صغيرة، هذا المكتب مكتب الشيخ هنايا الإدارة، هذا مخزن، هسه جينا راح ندخل إلى الحرم، هذا الباب، هذا كبرناه طبعا لأنه زخم بيه يصلون خصوصا برمضان أيام المناسبات الدينية، فجهدهم كان العالم اللي هنا سوت هذا العلم اليوم كله على حسابه أمانة الله ورسوله، وسعوا هاي تجي من هنايا، هاي الصحيات هذه تجي من هنايا، هاي المخزن والتأسيس البوري مال الخزانات، هاي صارت مثل مكان موصلة، هذا المدخل الثاني للجامع الخلفاء، تفضل، ايضا هذه صاله سويناها العالم يصلي بيه وبرمضان الفطور دائما يصير هنايا، وهاي الصاله الثانيه، هذا مكتبه بسيطه لحفظ القرائن، الناس برمضان تفتح هنا كلام الله تقرأ بيه، هاي الزوالي والناس متبرعين يجيبونه، تطلع القديمة تصير قديمة، هذه نسحب واحدة من ذني نخليها، هذا بديلا للحرم الرئيسي يعني القاعة الرئيسية، هم أكو عالم هنايا أصلي، هذا براد ناس خيرين جابوها شرب المي يعني إذا برمضان ولا أيام الاعتيادي، هاي الباب الثاني
تصعد فوق، تفتحها تصعد فوق على الصالة النسائية. هذا الحرم، هذا الحرم هذا الحرم الرئيسي للمسجد. اكو صورة قديمة هنايا، انا هنايا بيتي تهيكل والمسجد موجود هنايا. وهسه اوضح لك بهاي الصورة، هذا الهيكل مال بيتي، شوف هذا. والمسجد ما كان بهالصورة هسه بدي اصورها، كان مسجد بسيط بفضل الله والناس الطيبة والخدام هنايا، شيخ خالد رتبوا هذا كل فترة كل فترة، يعني بيت الله ما ينبني بيوم، يوميا طابوقة طابوقة لما سويناه بهالصورة هذا اللي تشوفونها.